امي الله يرحمها يعني صارت توجع مبيني توجيهات ولادي، ولدت انا هون بالبستان ابدا ابدا. انا محيي النير عبد محمود شرفه ابن مصطفى، نحن هون مزارعين الورده الجوريه شغل حلب، ورده حلبيه عن ابائنا واجدادنا مستلمينها وراثي. يعني هي الورده هي املنا لي ولاولادي، وكانت امل ابائي واجدادي. يعني من عدور ابوي وجدي ابدا نزرع هي الورده ومنعتني فيها بشكل عام ابدا. وهي يعني مثل ما بقولوا انا عند اللي تزوجت طلع موسم الورد، انا ولا اخوتي السته ابدا تزوجنا موسم الورد من حقه ابدا. ما اعتمد اكتريتنا مزارعين الورد عند البصير موسم، نتزوج اللي يشتري سياره، اللي يشتري مثلا تريلا، اللي يشتري شغله ابدا، اللي ينفض داره ويعمر داره على موسم الورد معتمدين. يعني عند موسم الورد العالم كله فرحان، يعني بتلم الموسم المحصول العام ابدا. هذا سنه سنه موسم سنوي. يعني اليوم اعتمادك على الورده جنون، تجي كل السنه 11 شهر بتاخذ ماشي يعني هالشهر. والحمد لله رب العالمين السنه الموسم طيب وما صار فيه خيسان ولا صار فيه شيء ابدا. اول تجي هيك نهارين ثلاثه ارتفاع حراره يموت من الزر الورد، هذا الورد هذا الزر يموت منه يبس. هلا الحمد لله السنه ما يبس شيء طويل، جو ممتاز الحمد لله رب العالمين. والحوش الورد صاير بروده الحمد لله السنه، بده جو معتدل الورد. هذا ورد الجوري بده جو معتدل. ابوي الله يرحمه يعني كان زارع هالورده هي، ونحن صغار نفرح عند اللي يجي موسم الورد كليتنا نطلع. كان عندنا اول عربانه وخيل، نجي من الصبح الساعه 4 ونص 5 نكون ابدا على باب البستان على زراعه اطراف الورد كليتنا. نجي ابدا من اصغر واحد لاكبر واحد، كل شيء بقدر بقوم بمشي يجي حوش يساعدنا. جينا صباحا لهون، امي الله يرحمها يعني صارت توجع مبيني توجيهات ولادي، ولدت انا هون بالبستان ابدا ابدا. عربي مصطفى شوي عربي عربي عشان ما يتعبوا مي. لك احكي لك كلمتين ثلاثه بدي اسالك. خالتي شلونك؟ الحمد لله رب العالمين. شو تعرفين بحضرتك؟ ايه عايشه شارفه. والنعم زوجة يعني؟ جوز زوجة ابو سطيف. والله بنفيق من نومنا الساعة 5، بنقوم نصلي صلاة الصبح وبنجي بنركب هالسيارة وبنجي بنقطف هالورد، بنجيب الشغالات بحوشوا معنا ورد، بنضل بنقطف على الندى. حوش الورد على الندى غير شكل، بتنقطف قطف غير شكل، يعني غير شكل موبة. بنصلي ساعة فوق التسعة وهيك بتصير شوب وبتهر الوردة، بتبجر كمان من ضربة الشمس عليها. والله اول ما نزلت كنت صغيره شوي، اول ما احوش الورد هيك بقولوا له شوك اللي هيك تشكوا ايدي تملوا شوك. وبعدين تعودنا شوي شوي تعودنا الحمد لله رب العالمين. طيب شلون انت يعني ليش نزلتي على حوش الورد؟ يعني بحب انا حوش الورد وبحب هيك اتنشط هيك افيق بكير وعلى جو الصباح وهال ريحه الورد الجوريه وانه شعور واحد. هو في طبعا بنصلي صلاه الصبح وبنجي بنجي بحوش، اول شيء بنغلي برات شاي بنشرب وعلى هالمنظر الحلو هالمنظر يعني شعورنا كثير كثير. يعني بنحب الحوش الورد وبنحب هالموسم، ما مصدق ايمت يجي هالسنه عشان حوش الورد. بتعملي مربى الورد خالتي؟ ايه. احكي لي شلون يعني هي شلون بتعملوها انتم هون بالضياعه؟ بنعمل الورد، اول شيء بناخذ هالورد بننقيه وبنهزه وبنفرمه وبعدين بنطبخه. شو بتطبخه؟ بنطبخه بنجيب طبعا كل كيلو بحط له 3 كيلو سكر، بحط له سطل ونص مي، وبنغلي بنتعقد غلوه غلوتين القطر، بنحط الورد. الله اكبر. ولا يتعقد بننزله وغير شكل. طيب احكوا لنا ريحه الورد لمين بتوصل الريحه؟ ما شاء الله من اول بستان لاخر البستان، كل حي النيره بتلاقيه، وين ما لك ماشي ريحه الورد، وين في ارض فيها ورد ضل ريحتها طالعه.
ومنزوي منه ناس يعني تسوي مربى شرابات وتجي تجار اول تجي تجار بنانين تاخذوا شان عطورات عطر صنصت احسن عطر عطر الورد بسوي منه تقطير وبالقلمون عندنا بالشام نوبات بيجوا ياخذوه للتقطير وايام الورد يعني شوف ايام حلوه تلاقي مين له صديق في البلد مين له صديق في الشام مين له صديق مصيب خيو هي ورده العلبيه نحن بنحبها وموسم السنه ان شاء الله كويس بنقول ما فيه امراض ولا فيه اعتنينا فيه بس اول عندنا اكثر من هيك ورد عندنا ورد شغل كثير النيرب يعني 90% كانت زراعتها ورد ليش صار تقصير بسبب الظروف اللي مرت عليه البلد اول شيء وثاني شيء قله محروقات واسمده ومبيدات حشريه في عندنا نقص يعني اللي كان نيرب ابدا ورد وين ما بتروح بالبيت صغيرين ورد جوري إيه كان يضربوا علينا نروح نقبلنا ساعة لبين ما تهدى الأمور وقت الكاوي إرهابيين ما عبينا من هون من كرمة جزماتي كرمة طراب يجينا ضرب نهرب شوي نتخبى بالبيوت بعدين نطلع ننحوش الورد ما بصير نهره ومهما كانت الظروف ولي هون رفقاتي صوبوا في جيراننا بنتهم استشهدت أيام الورد ضربوا عليها يا حرام ما بخاف والله واستشهدت وما عفنا الورد يهر شكارة فيهم ما عفنا حشناه تمينا نحوش الورد لبين ما خلصناه كل الشهر ابدا طيب. شو تعرفت على بعض احكي لنا يا خالد والله كنا عم نحوش نهارة ورد وشفنا بعضنا ايوه اجا خطبني من عند اهلي وصار الاسمه هو العادي مثل ما بقولوا بس ايش المشكله المشكلة من بعيد لبعيد يعني نحكي مع بعضنا ووقت صار كتاب صرنا نشوف بعضنا ونبرخ مع بعضنا وصار محبة وصار أزمة الإنسان تعرف بالمراهقة وهو شاب من شاف بنته عم دخلت في قلبه أبدا يعني خلاص صارت له لو مهما كلف الأمر أبدا وصار أزمة وتزوجنا إيه والله والله وحل شعرهن نزلن على البستان يا عنيد يا يابا والله وحل شعرهن تبحكي لي عن اول يوم شفت فيه بسطيف هيا صعبه كثير